يا شباب اسمعوني منيح واعطوني ودانكم. انتو خيرة المخابرات الموجودة بين ايدينا اليوم، واجتمعنا سوا لانه المرحلة المقبلة كتير دقيقة ومصيرية. لسبب بدي منكم تكونوا واعيين وعم تفهموا علينا شو عم نحكي. الخطة المتبعة نحن راسمينها ورح نعرفكم عليها، فهمتوا شلون؟ اوكسيدي مفهوم. هلا زميلنا تحسين رح يشرح لكم عليها على الخريطة. معه الخطة كلها جاهزة قدامكم تنشرح لكم عليها، جاهز؟ طبعا سيدي. تفضلوا ولا اشرح لهم عليها. اسمعوا هو، اسمعوا شو عم بقلكوا. هذا الهدف شايفينه؟ شايفينه؟ لا شايفينه. هذا الهدف بالبداية ابو رماح بيدخل من الجهة الغربية. الشرقية سيدي ولا الغربية؟ الشرقية. هذه الشرقية، الجهة الشرقية بيدخل ابو رماح، بالمقابل بالجهة الغربية بيدخل ابو منير. بتشلو؟ شلونها؟ من فوق بيفوت ابو ليال، من فوق يعني بيدخل مع ابو منير وبرافقه وهاب. عرفتوا لا؟ عرفتوا مين ولا؟ هاد وهاب برافق ابو ليال. عرفنا عرفنا سيدي. بيدخلوا سوا. بالمقابل بيدخل ابو جاسم، ابو جاسم من فوق. اما من تحت بده يدخل ابو عنطر مرافقه حصني. ما حصني مرافق ابو عنطر، ابو عنطر مرافق حصني. وانت شلون؟ لحظة وقف. مين اللي عطس ولا؟ مين اللي عطس ولا؟ المعلم عم بيسأل مين اللي عطس ولا؟ ما راح نتابع الشرح قبل ما نعرف مين اللي عطس ولا؟ لمين فيكم اللي عطس ولا؟ لك مين اللي عطس ولا؟ جاوبوا لا؟ ما حد جاوبوا؟ أنا بعرف كيف خليكم تجاوبوا. تحسين؟ هذا سيدي. مسدس معك؟ طبعا سيدي. ليك يا ابني اختار ثلاثة منهم وطلع قوصهم برا وطع. مو على عيني؟ انتوا الثلاثة وقفوا لا؟ والله سيدي ما قصنا. قوموا لا قصوا لا قصوا لا خير لا والله سيدي ما قصنا. امشي قدام لا امشي قدام لا امشي لا خير لا امشي قدام طبعي امشي ولا امشي ولا. قتلتهم سيدي. وهلا مين اللي عطس ولا؟ مين اللي عطس ولا؟ مين اللي عطس ولا؟ لمين فيكم اللي عطس ولا؟ جاوبوا لا. اختار ثلاثة وطلع قوصهم برا وطلع. ماشي سيدي، انت قفوا لا. انتوا اثنين قفوا لا. قفوا لا. شو الدم لا؟ خذوا لا. هم قفوا لا. سيدي والله ما انا سيدي. والله والله ما انا سيدي. والله ما انا. خذوا لا. انتوا قربوا لا. بعد في انتو الثلاثة مين العطس ولا؟ مين العطس ولا؟ سيدي مين العطس ولا؟ انا اللي عطست سيدي، ما كان قصدي انا. انت اللي عطست ولا؟ انا سيدي. اي صحة. تابع تابع تحسين. ماشي سيدي. جلوس ولا؟ نشو نشو ولا؟ فهذه الخطة، هذا الهدف مثل ما قلت لكم.